من الملفات السياسية إلى ملف سياسي ولكن اقتصادي بحت، حيث قال بنك جولدمان ساكس بأنه تم توجيه نحو 2 مليون برميل يوميا من النفط بعيدا عن البحر الأحمر، أي ما يمثل بنحو 30% من إجمالي تدفقات النفط عبر الممر المائي. وأضاف البنك بأنه اضطرابات البحر الأحمر لها تأثير على الأسعار وتأثير متواضع على أسعار النفط، كون الإنتاج لا يزال غير متأثر بهذه التغييرات. بانتقال إلى أسعار النفط مشاهدين، استقرت أسعار النفط بظل ترقب تطورات المشهد الجيوسياسي وتوقعات بأن يصرح مندوب أوبك بلاس بأنه لا حاجة إلى تغيير سياسة المعروض باجتماع المراجعة الأسبوع المقبل. معي بالاستوديو مشاهدينا مذيعة الاقتصاد في قناة العربية ريما نجار، أهلا وسهلا بك ريما. ريما، سأبدأ من الخبر الذي لم نذكره وهو التخفيض الطوعي لروسيا للإنتاج النفطي بظل الهجمات الأوكرانية التي عطلت عدد من المصافي الروسية، وأيضا بظل حسب ما أعلن الرئيس بوتين بأنه بالتنسيق مع أوبيك بلاس. التخفيض الطوعي اليوم هل يخفض من القيمة السوقية لروسيا بسوق النفط؟ صحيح، الخبر طبعا هو أنه روسيا طلبت من شركاتها النفطية، وهي عديدة، منها حكومية منها شبه حكومية، لتخفيض إنتاجها في الربع الثاني. لماذا؟ هذا التزاما باتفاق أوبيك بلس بتمديد التخفيضات الطوعية الإضافية حتى نهاية الربع الثاني، وهي بواقع 2.2 مليون برميل يوميا، تأتي من 8 دول، هي السعودية، روسيا، الإمارات، الكويت، العراق، كازاخستان، عمان وإلى آخره. هنا طبعا إشارة أن هذه التخفيضات الطوعية الإضافية تأتي بعد تخفيضات طوعية كانت قد أقرت بإبريل من العام الماضي وتم تمديدها حتى نهاية هذا العام، فهي تخفيضات طوعية إضافية غير التخفيضات التي تم إقرارها العام الماضي. طبعا لا ننسى هناك هجمات من قبل مسيرات أوكرانية على مصافي النفط الروسية. البعض لا يوجد معطيات كثيرة حول حجم الضرر. جولدمان ساكس بيقول أنه هناك تعطيل لحوالي 900,000 برميل يوميا من الطاقة أو القدرة الإنتاجية الروسية. أعتقد أيضا أن الصادرات الروسية من المنتجات البترولية تأثرت، والآن السؤال هل ستقوم روسيا برفع صادراتها من الخام للتعويض من تراجع إيرادات الطاقة؟ البعض يقول أنه قد يكون هذا صعب. لماذا؟ لأنه هناك قيود على القدرة الإنتاجية، قيود على النفقات الرأسمالية في روسيا نظرا للحرب مع أوكرانيا. هنا الرئيس الروسي قال نحن نخفض بالتنسيق مع أوبيك بلس، ولكن الولايات المتحدة تأخذ مكاننا بالسوق، ونرى يعني التصدير الأمريكي للهند والذي يشكل اليوم هاجز روسي. باختصار، إلى أي مدى تنخفض اليوم ينخفض الوجود الروسي بالسوق النفطية بظل هذا التخفيض؟ لا ينخفض الوجود الروسي. هنا إشارة أن القدرة الإنتاجية العالمية إن كان من قبل أوبيك، من داخل أوبيك أو من خارج أوبيك من الولايات المتحدة، هي جيدة، وأسس السوق من حيث العرض والطلب هي إيجابية، والوضع الاقتصادي إيجابي. لذلك مع وجود هذه الحروب قرب دول منتجة للنفط، إن كان في روسيا أو إن كان الحرب في غزة وأيضا أزمة البحر الأحمر، لا نرى تأثير كبير على الأسعار. يعني في الوقت السابق كنا قد رأينا برنت عند مستويات $100 للبرميل أو أكثر. الآن أساسيات السوق جيدة. في السابق كان في تأثير أكبر على الأوضاع الجيوسياسية، لأنه التكنولوجيا كانت أصعب، وأيضا لأنه مصادر الإنتاج كانت محدودة أكثر. بالتأثيرات الجيوسياسية، لماذا اليوم جولدمان ساكس يعتبر بأن تأثيرات البحر الأحمر والحرب هناك لا تؤثر كثيرا على الأسعار؟ لأنه لا يوجد تأثير مباشر على الإنتاج. التأثير المباشر الآن هو على تكلفة الشحن، لأنه المسار أصبح أطول من طريق أو عن طريق رأس الرجاء الصالح وليس عن طريق قناة السويس. هذا باختصار. شكرا لك ريما على وجودك معنا. شكرا ليال.